التطبيق السريع اللي ما استغني عنه، اللي متابعني من زمان يدري، بسفراتي طلعاتي الخفيفه اللي ما ابي فول كفر، حتى لو بروح شاليه لازم يكون معي مرطب، وانا ارشح يا هذا الهايدريتنج او ريفيتلايزنج اسنس من فلاي اب، تالي لازم حمايه، هذا من الحمايات المفضله عندي، شوف ايش كثر مستخدمتها، واحط البرايمر هذا، وخاصه مع التغطيات الخفيفه البرايمر الوردي عندهم وايد، عندهم انواع، لان هذا راح يعطيني اضاءه، فما راح احتاج وايد وايد تغطيه عشان بشرتي تبين فريش. اوكي، وهذا مصحح العيوب اللي راح اطبقه، راح احطه بس على العيوب او ممكن احطه على كامل الوي. بعدها احط بودرتي الشفافه، تنفع جميع انواع البشره، ليش؟ لانها هي شفافه. بعدها احط اللي ابيه من ميك اب، وانا افضل بس بلاشر شويه رتوش، واحط اثبت بزهره الورد. هذا من اكثر مثبتات الميك اب اللي استخدمتها بحياتي. هذا طبعا انتوا راح تلقونهم كلهم ببوكس حصري عند فلاي اب بنص السعر، كل قطع اليوم. تعالوا نطبق ونشوف. شايفين فرق الوجه اول ما بدينا التغطيه وبعد ما خلصناها؟ طبعا انا حطيت نقاط بسيطه من المصحح وطبطبت عليه على الاماكن اللي باخفي فيها اي اشياء او اثار بسيطه، وبعدها حطيت البودره الشفافه. اخر خطوه راح احط المثبت، بس الحين بحط لي شويه روج، مسكرة، بودره فقط، لا بحط كونتور ولا اضاءه ولا اي شيء من هذا. اللوك هذا انا اعتمده كثير بايامي العاديه، بطلع مشاوير عاديه، عندي اشياء بخلصها، بسفراتي، وايد حلو كلوك صباحي وعملي جدا حق الدوامات صراحه. راويكم فرق العين اللي لما تحطين مسكرة شلون يفرق الميك اب، لان في منهم يقولون لا دكتور اكيد انت تحطين شيء غير هالتغطيه، لا هذه هي التغطيه. بس شوفوا هذا لما حطيت مسكرة، وشوف هذا العين بدون مسكرة، مجرد ما احط مسكرة ما شاء الله تختلف شكل العين. انا ما راح احط ولا شيء، لا شادو ولا اي شيء ثاني على عيني. اوكي، سويت حواجبي، حطيت مسكرة، الحين بحط بلاشر وروج وبس. هذا لوك فعلا فعلا حلو صباحي بسيط.
حق دوامات، حق طلعات صباحيه، وخاصه البنات اللي عندها مثلا ما تبي فول كفر، ما تبي تاذي بشرتها، وتبي اشياء معينه، عيوب معينه ببشرتها تغطيها. وايد وايد حلو. جمال التغطية، شوفوا بساطة، شوفوا ان رطبنا بشرتنا عدل، حطينا حماية، حطينا. انا الباكج هذا جدا روعة، جدا روعة، واستانس لما احط اشياء كذي صراحة اقول لكم، يعني وايد استمتع بالسنابة، يعني من حمايتي انا اموت عليها. المرطبات هذه الهايدريتنج والريفيتاليزنج اسنس اكثر مرطبات قلت لكم من فلاي اب ممتازة صباحية. حتى عقب التقشير ترى هذا الهايدريتنج شفتوا شلون قوامه مائي يوم حطيت لكم، تعمدت اني اصب لكم اياه لانه ينصب صب مو كريم ثقيل. شنو البرايمر هذا خيال، يعني ساعدك حتى على فردان، خلاني استخدم نقطه من المصحح، شفتوني اللي فردتها بالفرشه ضعيفه. شنو في البودره الشفافه حق كل البشرات، المصحح خيال، المثبت والاروع. الحين بختم بالمثبت. بس خلصت روعه.